اما فنحن متابعين بدي اذكر كل الاصدقاء اللي معنا انه في معنا مسابقه مع اي ام جي عالم شو شو احلى عالم من المغامرات. عم نحكي عن اي ام جي. شو المسابقه؟ كيف منشارك؟ شو الجائزة؟ خليكن معي stay tuned. اما هلا فبدنا نشوف صفاء شو قصتها هي والاغاني القديمه. صفاء كيفك؟ اهلين سلام كيفك؟ يعطيك العافيه. شو خلصنا شغل؟ الله يعافيك يا حبيبتي. لا بعدني على الطريق. انا خلصت ورجعت على الطريق. فيك تغني لي البرومو تبع البرنامج؟ على الطريق على الطريق على الطريق. لا فاتة بحفظ بحفظ قريبا ان شاء الله. لا رح تحبيها لانه قديمة وانت بتحب الاغاني القديمة بس نحن عم نجددينها. صفاء بدك تسمعي لميز البيع. بدك تخبريني لشوف اذا بيزبط طلبك معنا اليوم. ليش ميز البيع وشو الذكرى؟ شو اللي خطر على بالك يعني؟ لا اول شيء انا بحب هذا كل الدنيا لصديقتي واختي رندا. لا رندا تحيتنا لك لرندا. بتعرفي احنا بنحب الاشياء اللي بتأزج العواطف. هو كل اغانيه والله كانت بتجنن. حتى كليباته كانت مميزه فيها كثير كلها بالطبيعه وكلها هيك فيها الوان حلوه. بس نحن بنحب نلبي الاذواق مع انه هذا النوع من الاغاني بهذا البرنامج على الطريق بهذا الوقت ما بيطلع. استمتع بالغنية. باي باي نورتيني. راح نروح مع كلام الحبيب ونرجع ونعود معكم. خليكم معنا عن جد. مرحبا كثير حلوه هيك اثار كثير كبيره لكل الناس الحلوه اللي معنا كمان على تيك توك يلي هن صاروا اصدقاء دايمين. على فكره نص من الامارات نص من باقي الدول العربيه. تابعونا الرابعه اف ام. I'm
تقسمه أو تلفون آيفون 31 8 ترمين تقدمين بأن تطرشين مسج FIN على 4655 أو موقع adif.ae. تطبق شروط والأحكام. كل اثنين في فان سيتي، الألعاب ذات جهاز مسح البطاقات أثرك أو بمراجعة الطبيب المختص عند ظهور الأعراض. ساعة في قسم الطوارئ والأشعة.